المصريين وهم ماشيين في ده كانوا بيعملوا ايه؟ بيأسسوا لمعنى مهم جدا، وهو معنى الأخذ بالأسباب. وكانوا بيقولوا كده ليه؟ بيقولوا كده عشان تعرف ان انت أخذك بالأسباب ده مش هيكون عبء عليك. يعني ايه مش هيكون عبء عليك؟ انت لما هتسعى، اول ما تسمع كلمة أسعى تحس بالحركة وتحس بالجري وتحس بالبحث والنظر والتدقيق والبحث عن أفضل سبب عشان توصل إليه. ما أنت بتسعى في كل، بتسعى في مناكبها وبتبحث. فإيه اللي حصل؟ فممكن واحد يحس بالإيه؟ يحس بالضيق. يبقى إيه اللي حاصل؟ وناسة معاك جاية عينها عشان إيه؟ خلي بالك، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحمل عنك. أنت وبتسعى مش أنت المتحمل مشاق السعي، ده ربنا بيشيل عنك، ربنا بيحمل عنك. وإيه تاني؟ ده كمان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوفقك. إيه ده؟ يعني اسعى يا عبد وناسعى معاك. معناها أول حاجة إن أنا شايل عنك أعباء السعي، أنت كل الحكاية بس أنت بتمشي في الطريق، والأرزاق ربنا بيبثها لك في الطريق، والتوفيق ربنا بيبثه لك في الطريق. وكمان وناسعى معاك يعني وأنا سأوفقك. الحاجة الثالثة، اعرف ان انت اللي بتسعاه في امان محفوظ، ربنا لن يضيع اجر من احسن عمله. يا عبد الله اعرف وتيقن ان الله سبحانه وتعالى مش هيضيع عملك. يبقى احنا لازم نفهم كل ده، ان ده من قبيل السعي. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى فعلا احنا بنبتغي الرزق وبنعبد الله سبحانه وتعالى وبنسير في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، واللي بيحصل والله سبحانه وتعالى لا يتركنا. وعشان كده لما جاء صحابي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي ده كان فيه جلد، فجاء إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وسأله، يسأله بعض المال اللي احنا في بعض الأحيين ممكن نتكلم عنه، إن واحد يجي يسأل الناس. فرأى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن فيه قوة وفيه جلد، فقال له حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك؟ يعني إيه اللي عندك في البيت؟ فذكر له أشياء يسيرة في بيته، فأمر حضرة النبي إنه يحضرها فأحضرها. فحضرة النبي راح عامل عليها مزاد لغاية ما جابت له تمن حضرة النبي كان عايزه. فأخذ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجات دي وأعطاها، وأخذ المال من الناس اللي اشتروها. وبعدين حضرة النبي راح اداله فلوس، قال اذهب واحتطب ولا أراك مدة كذا وكذا. فذهب الرجل وصار يحتطب ويبيع حتى اكتسب دراهم كثيرة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه دراهم، فأخبره بذلك فقال هذا خير لك من المسألة. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام فيه مهم جدا، لأن يذهب أحدكم بأحبله إلى الجبل فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل للناس أن عدم السعي عجز، والنبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيستعيذ من العجز، فقال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنا حاجة مهمة قوي، إن السعي ممدود. تعالوا نتفق على كده، السعي ممدود، ليس هناك سعي من العبد إلا وفيه مدد. مدد من من؟ مدد من الله سبحانه وتعالى. طيب ليه؟ طيب عارفين ليه؟ لأن السعي ده عامل زي الكوب، زي الكأس، يصب لك فيه إيه؟ يصب لك فيه النعمة والبركة والتوفيق والسداد والمدد. طب وانت لو مفيش كأس مش هترى هذا المدد. ولذلك المصريين أسسوا بهذه العبارة وهذه الحكمة، اسعى يا عبد ونسعى معاك، أسسوا حاجة مهمة جدا. وده تعبير زي ما قلنا تعبير مجازي، وكأنه تعبير تحفيزي، عبارات محفزة للعبد. أنا أعرف العبارة دي ياما كسرت الإحباط عند ناس كتيرة، ياما قومت الناس بعد ما همتهم فترت، ياما الناس كانوا ضايعين وإيه اللي حاصل؟ وحسوا بدفء المدد ودفء المعونة ودفء السند في هذه العبارة، فقاموا ونهضوا وجدوا التوفيق، فعرفوا السر اللي في الكلام ده، إن فعلا السعي ممدود، كل سعي ممدود. يعني كل ما عبد من العباد يسعى كل ما يجد المدد. يبقى المدد أعتقد كلما سرت في هذا السعي، ده شيء مهم جدا جدا. الحاجة التانية اللي أسسها المصريين عندنا، إن الأخذ بالأسباب ده إيه اللي حاصل؟ أنت مش بتاخد بسبب الحاجة، أنت بتاخد بسبب الوصل بينك وبين الله. يبقى لما تاخد بسبب حاجة، سبب رزق، سبب تعلم، سبب إصلاح ذات البين، سبب حسن معاملة، سبب أخلاق حميدة، إنك تتعلم
معارف جديدة أو تتعلم مهارات جديدة في حياتك عشان حياتك تبقى أحسن، كل ما تاخد بهذه الأسباب هذا السبب طرفه في يدك وطرفه الآخر عند الله. الله، يبقى هم كانوا بياخدوا بالأسباب، الأسباب اللي هي حبائل، حبل، طرفه عند من؟ طرفه عند مولاك وطرفه الآخر عندك. فيمسك بالحبل ويمسك بالسبب، مش لأنه شايف أن السبب ده هو اللي بيعطيه الرزق، ولا أن السبب ده هو اللي بيعطيه له السعة، ولا السبب ده اللي بيجيب له البركة ولا المدد. لا، ده السبب ده هو اللي بيخليه متيقن من أن الله معه. السبب لما بيتحرك، لما بتروح تشتغل أو تسعى أو تعمل، السبب مش هو اللي بيجيب لك الرزق، السبب بيحرك فيك الدعاء والابتهال والإقبال على الله وحسن التوكل. يبقى هنا الأسباب دي لها دور. دايما أقول الأسباب كالملاعق تحرك القلوب لتخرج منها أنوار المحبوب. الأسباب دي تحرك قلبك عشان تطلع من القلب أنوار محبة الله سبحانه وتعالى. طب إيه اللي حاصل؟ دايما افتكر أن أنت وإنت بتعمل الكلام ده وإنت بتسعى إلى الله سبحانه وتعالى، افتكر أن أنت مش لوحدك، الباقي معك ما ودعك.